الواجهة دي كلها تنزل. أنا على فقشة حبيب الخضراء، أنا فوق بيت السليمين. أنا تواجه بلدة ريفية في محافظة إب وسط اليمن كارثة بعد تعرضها لتشققات وانهيارات أرضية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسابيع. والله نسيك لا تنزل. أوب أوب أوب. وقالوا سكان أن منطقة جبل الخضراء في مديرية بعدان شرق المحافظة شهدت هذه الانهيارات، مما أثار مخاوف من تجديدها حيث تمثل تهديدا حقيقيا لحياة السكان. هذه كاملة. وينه؟ اوه سما دي يعني كان على شوف اذا كنت عملنا هذه غلطه.